أهلا بيكو في الفيديو الثاني اللي بنتكلم فيه عن lecturing as an instructional method. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه الحاجات المفروض تعرفها عن الناس اللي هيحضروا لك المحاضرة، واتكلمنا عن برضو ازاي ان انت تدور على الاساليب اللي هتعلم بيها توصل بيها معلومة او هتقنع بيها، في نفس الوقت ما تنساش الوسائل اللي انت محتاج ممكن تستخدمها علشان تعمل انترتينمنت، تسلية وتفوق الناس. يعني في المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن البريباريشن بتاع التيتشنج ايدز، سواء سلايدز او فيديوز او رسومات او صور. هنشوف الكلام ده ونشوف بعض الحاجات اللي المفروض نتجنبها كمان واحنا بنشتغل. أول حاجة دايما أحب أفكر بيها هي موضوع الديث باي باوربوينت. الباوربوينت هي أشهر سوفت وير عاملاه مايكروسوفت، وبيستخدمه كتير قوي من الناس لإعداد التيتشنج ايدز، الحاجة اللي هتظهر على الشاشة وانت بتتكلم وانت بتستخدمها في المحاضرة بتاعتك. كتير اغلبنا بيستخدم الباوربوينت، اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عامل حاجه زي الباوربوينت، انا مطلع سلايدز زي السلايدز بتاعت الباوربوينت بالظبط. الحقيقه الفينومينا دي ناس كتير اتكلمت عليها ومشهوره باسم ديث باي باوربوينت، بس هي مش الحقيقه مش العيب في الباوربوينت، وانما البرزنتيشن سوفت وير نفسه انت بتستخدمه بطريقه مش كويسه. ممكن تستخدم confusing graphics، الصور ما تكونش واضحة، ما تكونش مترتبة كويس، أو حطيت تكست كتير في البرزنتيشن بتاعتك، أو حطيت برضو قاعد تقرأ من البرزنتيشن، ودي حاجات الحقيقة فعلا بتموت المحاضرة. وهنا هنرجع ليها حته حته، بس خلي بالك ان انت بتقدم برزنتيشن، اكيد اتفرجت على برزنتيشنز، ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش، خلي ده في بالك، هو ده المقياس الاولاني اللي عن طريقه تقدر تظبط الباوربوينت برزنتيشن بتاعتك. وهنا انا بقول لك الباوربوينت برزنتيشن من باب ان ده الاكثر شيوعا في الاستخدام. حتى البرزنتيشن اللي انا مقدمها لك بستخدم فيها مثلا حاجه اسمها ليبرا اوفيس، لكن ستيل اللي انت شايفه حاجه بالظبط زي الباوربوينت برزنتيشن، فهي برزنتيشن مستخدم فيها سوفت وير تاني لكن بنفس الطريقه. اول حاجه الحقيقه في الباوربوينت برزنتيشنز لازم تاخد بالك منها هي ان البرزنتيشن ما تاخدش اكتر من ثواني. هنا يمكن احنا كاتب البيل بورد رول او الثري سكندز رول، لكن طبعا مش ضروري تحديدا 3 ثواني او 5، وانما اللي موجود على السلايد المفروض يكون اللي بيسمعوا لك قادرين على ان هم يلموا بيه بالكامل في حدود ثواني. ليه؟ لان المفروض انتباههم يبقى معاك انت وانت بتتكلم، مش مع السلايدز اللي وراك. السلايدز ممكن لو فيها حاجه تتقري ياخدوها يقروها بعدين، بس مش المفروض ده اللي يطلع في البرزنتيشن، لان ده هيخلي الناس هي تقعد تقرا من على السلايدز يا تزهق خالص لان الفونت صغير او كميه الكلام كبيره، مش هيقعد يقرا، يبتدي يفصل منك تمام. حاول تقلل كميه الكلام اللي موجوده قدر الامكان لغايه ما توصل لمستوى كلمه او جزء من جمله صغير لكل سلايد. استخدم الجرافيكس كتير، انا بميل لاستخدام الجرافيكس، لكن ده ما يمنعش ان في سلايدز ما فيهاش جرافيكس خالص، كلام كلام كلام، ارجو ان ما يكونش كتير وممل. بحاول ان انا اتجنب جانب بتاع انه يبقى ممل ده. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدمها كتير هي الجرافيكس. يمكن تلاحظ الصورة دي مثلا، دي صورة أنا استخدمتها في المحاضرة اللي فاتت. هنشوف، هنجيب برضو بعض الجرافيكس من على جوجل ايميجز ازاي.
وتحاول تستخدم الصورة اللي توصل الرسالة اللي انت عايز توصلها. يا ترى الرسالة ايه؟ ساعات بنلعب لعبة ممكن الناس بتعتبرها confusing، بس يعني لها برضو هدف تاني، وهي ان انت تستخدم صورة بتقول عكس اللي انت عايز تقول، عكسه تمام. وهنا المقصود انك جذب الانتباه. الانكسبكتدنس هنا ليها عامل مهم في جذب انتباه الناس اللي بتتفرج على المحاضرة بتاعتك. اخيرا، استخدام الفيديوز بالشكل المناسب، سواء فيديوز بتاعتك انت او فيديوز بتاعت الاخرين. طبعا ما يفضلش في المحاضرة بتاعتك انك تحط الفيديو بتاعك، يعني هنا قاعد انا بديك انا المحاضرة دلوقتي وبسجلها. يا ترى لو انا بدي لايف ليكتشر هيبقى مناسب ان انا اشغل المحاضرة؟ طب انا موجود ليه؟ عادة بستخدم فيديو ايدز، بجيب فيديو فيه حاجة موجودة من على النت استخدمها مثلا، او حد تاني يكون عملها واستخدمها علشان اوصل معلومة. هحاول اعرض معاكم مجموعة من الادوات اللي ممكن تستخدم في الاعداد للمحاضرة. خليني هنا ابتدي معاكم ب مثلا ازاي اعمل برزنتيشن برضو وسلايدز. في تول جميله جدا اونلاين اسمها جوجل سلايدز، فانت لو عندك جوجل اكاونت تقدر تفتح جوجل سلايدز وتعمل برزنتيشنز. يمكن هنا ملاحظين ان ادي البرزنتيشنز او جزء من البرزنتيشنز بتاعتي اللي انا بستخدمها. لو جيت تفتح برزنتيشن جديده على الجوجل سلايدز بيفتح لك انترفيس مشابه جدا للي هتشوفه على الباوربوينت. تقدر تكتب اللي انت عاوزه هنا وتستخدم كمان ثيمز لو عايز، يعني اجين شبه نفس اللي انت بتعمله لو ان انت شغال على الباوربوينت. في برضو يمكن انا بستخدم الاوبن اوفيس او الليبر اوفيس في اعداد المحاضرات، وزي ما انتم شايفين من الانترفيس ده هو تقريبا زيه زي الباوربوينت بالظبط، وبالتالي بقدر استخدمه واجهز بيه المحاضرات. يمكن انا بحب ليبر اوفيس عشان اوبن سورس وفري سوفت وير، ما حدش يقدر يمسكني على لايسنسنج او غيره، وفي الامكانيات اللي انا عاوزها كلها. يمكن اكشلي في امكانيات كتير قوي كمان انا ما بستعملهاش. في برضو بما ان احنا بنتكلم على اعداد المحاضرات، في وسائل تانية. يعني لو رحت عملت في جوجل سيرش مثلا، عملت tools to create presentations ودورت، هتلاقي حاجات كتير غير الباوربوينت ممكن تستخدمها. ويمكن هنا في اونلاين سوفت وير فري، يمكن فاتح هنا ارتكل التايتل بتاعتها بتقول ذا بيست فري برزنتيشن سوفت وير، هتلاقي ان في بعض الحاجات اللي ممكن تستخدمها زي ال WPS Office او مثلا الليبر اوفيس. هنا بيتكلم عن الليبر اوفيس برضو، بيتكلم على حاجات اونلاين تولز زي كانفا واي كلاود. المهم شوف جربهم يمكن يعجبوك. وبريزي يمكن من الحاجات اللي ابتدت تاخد شهرة الفترة اللي فاتت كسوفت وير لإعداد المحاضرات. في حاجات بتجهز فيها حاجات أونلاين، بتعمل فري ساين أب يبقى في إمكانيات محدودة، في بعض الحاجات بتدفع فيها فلوس وتاخد الإمكانيات كلها. المهم إن دي كلها تولز موجودة علشان تجهز بيها البرزنتيشن بتاعتك. برضو لو عايز تاخد حاجة للإيميجز، صور تستخدمها، الحقيقة أنا بفضل استخدام جوجل إيميجز. أي سيرش تايتل هتعملها هتلاقي الأوبشن بتاع إيميجز، يبتدي يقول لك صور، يطلع لك الصور. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع الكوبي رايتس قبل كده، فخلي بالك انت بتستخدم ايه علشان ما تاخدش حاجة مش من حقك تستخدمها. لما بتيجي على جوجل ايميجز وتدوس على اي واحدة من الصور دي، تقدر تاخد الصورة دي بالدراج اند دروب او تقول له داونلود،
او تاخد الايمج ادرس من هنا وتحطه في البرزنتيشن بتاعتك على طول. يبقى دي وسيله حلوه يعني، انا الحقيقه بستخدمها كتير جدا جدا جدا. لكن طبعا ما يمنعش ان انا ممكن استخدم حاجه زي البينت اللي بينزل مع الويندوز وشبيهه اللي بينزل مع اللينوكس في ان انا ارسم حاجه بنفسي. برضو ممكن ارسم هنا، يمكن إذا كنت هرسم بقلم، هرسم بأشكال معينة، كل ده ممكن من الإمكانيات اللي بديها لك البينت. لكن في طبعا إمكانيات تانية زي برضو ليبر أوفيس درو تقدر تستخدمه. عندك أونلاين في جوجل أنت ممكن تخلق نيو إيمج مثلا. لو حبينا هنا نخش على جوجل أبليكيشنز هتلاقي ان انت ممكن تستخدم صور، لحظة واحدة اهو، ممكن تضيف نيو ايمج وتستخدم اهو دروينج وتستخدمها في ان انت تخلق برضو الصور اللي انت عايزها، وبتبقى باي ديفولت اونلاين. وفيها تولز جميلة برضو الحقيقة استخدمتها في اكتر من محاضرة. يمكن حاجة الدروباك اللي موجود في جوجل اوفيس بشكل عام هو ان كل اونلاين، فانت لو في حتة النت فيها وحشة او ما عندكش نت كويسة ممكن يبقى في مشكلة في ان انت تكمل الشغل. اخر حاجة هو الفيديوهات. والله انت دلوقتي بتتفرج عليا من خلال فيديو انا مجهزه بسوفت وير اوبن سورس، سوفت وير برضو الاوبن سورس سوفت وير اللي انا بستخدمه اسمه او بي اس اهو، اسمه اوبن برودكاستر سوفت وير. الحقيقه في امكانيات جميله جدا بتنزله وتقدر تشتغل بيه، في تيتوريالز ازاي تستخدمه، بيديك امكانيات مش بطاله. انا بستخدمه بقالي فتره قريبه وامكانياته الحقيقه لغايه دلوقتي قاعد بكتشف في امكانيات وبحسن على قدر ما استطيع لان انا مش بروفيشنال. لكن كنت قبل كده بستخدم برنامج بسيط بينزل مع الويندوز او كان بينزل مع الويندوز اللي هو البرنامج بتاع موفي ميكر. الموفي ميكر سوفت وير برضه لطيف جدا. دلوقتي ما بقتش ويندوز بتعمل له سبورت، لكن ما زلت تقدر تنزله حتى على ويندوز 10 لو عايز، وبيديك شويه امكانيات جميله برضه وتقدر تستخدمه في ان انت تجهز البرزنتيشنز بتاعتك وترفعها على يوتيوب. من ضمن الفيديوز اللي انت ممكن تستخدمها للاعداد او تنزلها طبعا يوتيوب من اشهر الحاجات. يمكن انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي من على يوتيوب، هتلاقي على يوتيوب ريسورسز زي RSA Animate، هتلاقي تيدكس، هتلاقي غيره. لو عملت سيرش على اي حاجة زي Training the Trainer مثلا هتلاقي فيديوهات بتكلمك على ازاي ترين ذا ترينر، وبعض منها بيبقى متكامل في صورة كورس كامل، بعضها بيبقى متقطع، لكن في الاخر هتلاقي ريسورسز تستخدمها. او لو انت بقى جهزت الفيديوز بتاعتك تقدر تروح وتفتح تعمل على جوجل، تقدر تعمل تشانل. فين هنا التشانل؟ وعلى الشانل دي تبتدي ترفع الفيديوهات بتاعتك وتحطها بحيث الناس تقدر تتفرج عليها وتقدر تعملها شيرينج زي ما انا عامل لكم شيرينج دلوقتي للفيديو ده من خلال اليوتيوب شانل بتاعتي. ارجو اني بقى ما اكونش طولت عليكم في الجزء ده، لكن ده الجزء بتاع الاعداد التيتشنج ايدز بشكل عام. شفنا ازاي نعمل برزنتيشنز على سوفت وير مختلف، شفنا ازاي نعمل فيديوز، شفنا ازاي نرسم رسومات او نجيب رسومات جاهزه، نجهز فيديوز او نستخدم فيديوهات موجوده اوريدي على الانترنت.
ارجو ان الفيديو ده يكون مفيد. طبعا في حاجات كتيره ممكن تتعلمها غير اللي انا اتكلمت فيها، دور وشوف وهتلاقي حاجات كتير تنفعك ان شاء الله. الفيديو الجاي هنتكلم بقى، خلاص انت تعرفت على الاودينس بتوعك وجهزت المحاضرة بتاعتك، هنشوف تعمل ايه قبل المحاضرة وتعمل ايه في المحاضرة ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي.